السلام عليكم. نشاهد الآن كيف نكتب جدول الضرب لعدد 8 بطريقة سهلة جدا. 8 في 1، 8 في 2، 8 في 3، 8 في 4، 8 في 5، 8 في 6، 8 في 7، 8 في 8، 8 في 9، 8 في 10. إذن الطريقة هي كالتالي: نبدأ من الأعلى هكذا ونكتب 0 1 2 3. 4 تعاد لي مرتان، 4 تعاد لي مرتان، 4 5 6 7 8. هنا ولكن نصعد بالعدد الزوجي: 0 2 4 6 8. ثم نعيد عند 8، ثم نعيد 0 2 4 6 8 هكذا. المرة الأولى والمرة الثانية. هذا هو جدول الضرب الخاص بعدد 8. 8 في 1 يساوي 8، 8 في 2 يساوي 16، 8 في 3 يساوي 24، 8 في 4 يساوي 32، 8 في 5 يساوي 40، 8 في 6 يساوي 48، 8 في 7 يساوي 56، 8 في 8 يساوي 64، 8 في 9 يساوي 72، 8 في 10 يساوي 80. شكرا لكم وإلى اللقاء. لا تنسوا الاشتراك في القناة. مع الشكر الجزيل لكم جميعا. اشتراك، الإعجاب، وترك تعليق فيه ملاحظاتكم. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.